مشكلات كتير بنقابلها في حياتنا بنفكر إنها مش ممكن تتحل، بس بالمحاولة والتعلم بنقدر نلاقي حلول لمشاكل كتير. وهنشوف معاكم دلوقتي طريقة تخلي الكفيف يقدر يتعامل مع أي جهاز بيشتغل بالتاتش. النهاردة هنتعلم إحنا كمكفوفين إزاي نتعامل مع الأجهزة الإلكترونية اللي موجودة عندنا في البيت. إحنا اتعلمنا قبل كده على جهاز معين واتعلمنا فيه، شفنا انواع البقر وشفنا انواع الزرار اللي هي موجوده فيه. النهارده هناخد جهاز تاني، لان هو الطبيعي ان الشخص الكفيف في البيت لازم يكون يعرف يتعامل مع كل الاجهزه اللي موجوده عنده زيه زي الشخص المبصر تماما، مفيش اي فرق. احنا قلنا الاثنين بيتعاملوا بطريقه مختلفه بما يناسب احتياجاتهم الشخصيه، لكن الاثنين يقدروا يعملوا كل حاجه. وبالتالي فعلينا كأي أب أو أي أم في البيت عندهم أي طفل كفيف أو أي شخص كفيف إن هم يعلموه ويخلوه يتجرأ ويعمل كل حاجة، لأن مفيش حاجة هتضره، بدل إنه أكيد لما يتعلم صح هيعملها بطريقة آمنة. النهاردة دلوقتي معانا غسالة، غسالة دي اللي قدامنا، ودي طبعا يعتبر جيل وسط، ولا هي قديمة ولا هي جديدة، ماشي. وإحنا كل اللي عايزين نتعلمه إزاي نحدد الزراير بتاعتنا والبكر بتاعتنا، إزاي نتحرك عليها بالظبط بكل أمان وإحنا عارفين إحنا بنعمل إيه بالظبط. وبالتالي برضو زي ما عرفنا قبل كده إحنا هنستعمل نوعين من اللزق، سواء ده أو ده، وده اسمه لزق دبل فيس، بيتفتح كده أهو، وده كده بيلزق من هنا أهو كده بيلزق وبيلزق من الناحية التانية هنا اهو. طيب ده سهل ان احنا ممكن نقطع منه حتة كده اهو، ماشي، ونلزق بيها نستعملها. ده اذا كنا عايزين نستعمل حاجة زي كده او شكل زي كده ونكورها كده ونلزقها باي طريقة احنا عايزينها، ده حاجة ترجع لك انت، ماشي، ده اللي احنا هنستعمله. طيب النوع التاني من اللزق الدبل فيس اللي هو ده، ده مستقيم مش عجينة زي اللي فات، اللي فات عجينة اهو، ماشي، بشكله زي ما انا عاوز، لكن ده مستقيم، ماشي، هنا بيلزق، نفك اللزق من الناحية التانية نلاقيه برضو بيلزق من هنا، فده احنا ممكن نقطع منه الحتة اللي احنا عايزينها ونعمل منه شرايط زي ما احنا عايزين، تمام. طيب احنا ليه بنقول دبل فيس؟ ده اللي هيلزق في الجهاز، الجنب ده اللي هيلزق في الجهاز. طب الجنب التاني انا ممكن احط عليه اي شكل يبقى شكل جمالي. يعني ايه شكل جمالي؟ يعني ممكن احط عليه ترتر مثلا، نوع من انواع الخرز، يدي برضو منظر جمالي للبيت او للجهاز اللي احنا اللي عندنا، عشان ما نضايقش برضو الاشخاص المبصرين اللي موجودين في البيت، لان احنا زي ما احنا قلنا احنا كلنا بنتعايش مع بعض، وزي ما احنا بنطلب من الشخص الكفيف ان هو من الشخص المبصر ان هو يراعي الشخص الكفيف معاه في البيت، بنطلب من الشخص الكفيف ان هو برضو يراعي الشخص المبصر معاه في البيت. فعشان ما يبقاش الشكل وحش او هو ما يتضايقش منه، ماشي، بنعمل حاجه زي كده، بنلزق من ناحيه على جهاز ومن الناحيه الثانيه بنحط اي شكل جمالي، ترتر، خرز، لولي، اي حاجه من هذا الحاجات الجميله دي. وفي نفس الوقت برضو لازم نراعيه في ايه تاني؟ ان احنا لما نيجي نعمل باللزق سواء ده او ده، ماشي، بناخد بالنا من نقطه مهمه جدا، ما يبقاش الزرار مكتوب عليه الاسم بتاعه باور مثلا وانا اروح حاطط علامه على الزرار. طب ما انا كده خفيت كلمه الباور، لا مش طبيعي. ساعتها انا هستعمل ايه؟ مش هستعمل اللزق اللي هو يتحط على الزرار، هستعمل اللزق اللي يلف حوالين الزرار، يعمل اطار حوالين الزرار، تمام. طيب لو الزرار مكتوب جنبه مثلا كلمه باور، لا، يبقى لو انا عملت الاطار باللزق حوالين الزرار في الحاله دي انا خفيت كلمه باور، تمام، يبقى انا كده ضايقته. فعشان كده بنقول ان احنا لازم ايه، نراعي حاجاتنا كلنا مع بعض، احنا الاثنين حياتنا كلها مع بعض متكامله. طيب تعالى بقى نبص على الغسالة احنا عملنا فيها ايه. هنا الغسالة دي زي ما احنا قلنا دي جيل وسط، ماشي، ولا هي حديثة قوي ولا هي قديمة قوي. طيب هنا بصوا الزراير، ادي 1 2 3 4، اربع زراير. الاربع زراير دول كل زرار مكتوب جنبهم الاسم بتاعهم، بس عشان الاسم بعيد عنهم فانا عملت ايه، حبيت اوريلكم بس الشكل ده، ماشي، الشكل ده. طبعا الحاجات اللي احنا بنعملها دي بنستعين بيها بشخص مبصر، بنستعين فيها بشخص مبصر، تمام. طيب ادي الزرار بتاعنا حواليه مربع، والزرار اللي تحتيه حواليه مربع، والزرار اللي تحتيه حواليه مربع، والزرار الاخير حواليه ايه، المربع بتاعه. طيب في دي زراير مش تاتش قوي، بابل شويه يعني ملموسه بالايد، ماشي، وفي زراير ما تتحسش بالايد خالص. برضو الزرار اللي ما تتحسش بالايد هنعملها برضو المربع اللي هو الفريم اللي احنا شايفينه ده، عشان لما نيجي نتحرك بايدينا اجي اتحرك كده، ده زرار الباور. طب اللي فوقيه
انا كده وصلت للزرار. عرفت منين ان انا وصلت للزرار؟ لان انا جوه المربع اللي انا عامله بالدبل فيس. تمام. طيب اول زرار هنا بيقول ايه؟ بيقول باور. ماشي، اروح انا دايس عليه خلاص، انا كده شغلت الباور. اول ما بيشتغل هنا الباور، بيشتغل الزرار الباور مع الزرار الاخير اللي هو بتاع العصر. الاثنين دول بيبقوا منورين. طيب الاثنين التانيين دول ايه؟ دول اوبشنات زياده. يعني لو انا عايز نقع الزياده بروح دايس عليه، ماشي انا عرفت مكانه خلاص اقدر احدده بكل سهوله. لو انا عايز شطف الزياده اروح دايس عليه اقدر احدده بكل سهوله. تمام. يبقى عندنا الزراير بتاعتنا، يا اما هنعمل لها الاطار المربع ان انا صباعي يكون جوه المربع، سواء اذا كان الزرار ملموس او مش ملموس، او هاف يعني بابل زي كده، ماشي، او ان انا احط لزقه فوق الزرار. واحنا قلنا امتى هنستعمل ده وامتى هنستعمل ده. تمام. طيب دي كده بالنسبه للزراير. طيب هنيجي هنا البكره. هي البكره دي ايه؟ البكره دي درجات حراره. طب درجات الحراره هنعملها ازاي؟ درجات الحراره بتبدا 30 40 50 60 70 80 90. طيب هحددها ازاي؟ ما انا مش عارف، انا مش عارف. طيب انا هجيب شخص مبصر يحط لي علامات زي اللي انتم شايفينها السودة دي. جميل. عند كل درجة حرارة بتبدأ 30 40 50 60 70 80 90. تمام. يبقى أنا كده دلوقتي لو أنا عايز 30 هبدأ أتحرك بدي كده اهو، هي كده واقفة على البارد، أوديها لغاية 30، هي كده واقفة على 30. طيب لو أنا عايز 40 أهي علامة 40 كده واقفة على 40. عرفتها منين؟ عرفتها من العلامات اللي أنا حطيتها عند كل درجة حرارة. تمام. وهكذا بختار درجة الحرارة براحتي اهو، طول ما انا ماشي انا حاسس عن طريق العلامات اللي انا حطيتها، العلامات اللي انا حطيتها. في غسالات تانية او اجهزة تانية عامة، مش لازم تكون غسالة بس، بتبقى وهو بيتحرك بتعمل تكة تك، خلاص هو كده عارف انه عند ال 30، تكتين يبقى كده عند ال 60، ثلاث تكات يبقى كده عند ال 90، وهكذا هو بيزود بعدد التكات بتاعته. تمام. ده كده بالنسبة لل البقرة. طيب نروح للبقرة التانية. البقرة التانية دي ايه؟ دي البرامج. طيب البرامج دي طبعا هنا في برامج كتيرة قوي 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 قوي، البرامج دي كتيرة. طب هو احنا بنستعمل كل البرامج؟ اكيد لا. البرنامج اللي احنا بنستعمله بس اللي هنحط عليه ايه؟ العلامة بتاعتنا. يعني سي مثلا انا بستعمل البرنامج اللي هو على الابيض، انا حطيت علامة على الابيض اهي، ماشي، حطيت علامة على الالوان، حطيت علامة تالتة على الغسيل السريع، هما دول الثلاثة اللي انا بستعملهم. طيب يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عايز اغسل الابيض، ماشي، بعد ما اخلص الغساله اظبط درجه الحراره الاول، ماشي، انا ظبطتها كده على 30، انا مش هشغل طبعا، انا ظبطتها على 30، ماشي، ابدا بعد كده اتحرك بالبرامج، ماشي كده اهو على الابيض. طيب خلاص هو كده على الابيض، خلاص هي كده الغساله المفروض تشتغل. تمام. طيب لو انا عايز برنامج تاني، عايز الالوان، اهو الالوان اهو عند العلامه اللي انا حاططها، اروح رايح كده عند الالوان. في طبعا في النص كان برنامج انا ما بستعملوش. عايز اللي هو الغسيل السريع، هروح متحرك درجه تانية كده عند الغسيل السريع اهو بالظبط كده واقف عنده. دول الثلاثه اللي انا بستعملهم عندي في اغلبيه الاوقات، ما بستعملش اكتر منهم، وبالتالي انا بحط علامات على الحاجات اللي انا بستعملها فقط. ماشي. انا هنا مش حاطط شكل جمالي، حاطط شكل عادي جدا لازق الدبل فيس بس، مش حاطط حاجه. اللي عايز يحط طبعا حاجه يقدر يحطها براحته، ما فيهاش اي مشكله. طبعا بعد كده اللي هو الدرج. طب الدرج ده هنحط له ايه؟ مش هنحط له حاجه، ما هو باين، هو من تحت كده بيتسحب باين، وهنا موجود المكان بتاع الحاجه وهنا موجود المكان بتاع المسحوق زي ما هو، ما فيش اي حاجه، مش محتاجين نعمل اي علامات. احنا مش بنكتر علامات، الموضوع مش كتر علامات، الموضوع ان احنا بنسترشد بالعلامات على الحاجه اللي احنا عاوزين نستفاد منها، مش كتر علامات. يعني زي ما ورينا لكم هنا البرامج، البرامج هنا برامج كتيرة قوي، لكن انا بستعمل ثلاث برامج بس، هم دول الثلاث برامج اللي انا حطيت عليهم، بقيه البرامج انا مش محتاجها، ما اقعدش اكتر علامات عشان ما اخيلش نفسي. ولما نحط العلامات دي هنلاقي نفسنا ان احنا عارفين نستعمل الجهاز اللي في ايدينا ايا كان نوعه بكل بساطه وبكل سهوله. هنيجي بعد كده في التقدم اللي جاي بعد كده هتلاقي ان الاجهزه دي اساسا بتستعمل عن طريق ابلكيشن على الموبايل، فتبقى انت ماسك الموبايل في الابلكيشن بالبرنامج الناطق بتتحكم في الجهاز اللي قدامك ايا كان النوع بتاعه. ده اللي هو بداوا ان هم ينشروه في السوق دلوقتي. وكده يبقى مفيش فرق بينك وبين الشخص المبصر، وهرجع اقولها تاني، مفيش فرق بين الشخص الكفيف والشخص المبصر، الاثنين يقدروا يعملوا كل حاجه، لكن كل واحد بيعملها بالطريقه المناسبه له.
مشاكل كتير بتحاول الدولة تحلها عشان تسهل الأمور على ذوي الهمم، وعشان كده خصصت مديرية الشؤون الصحية بالأسكندرية مكاتب لاستقبال ذوي الهمم ومساعدتهم في المستشفيات. هي إدارة دعم ذوي الهمم تم إنشائها في يونيو الماضي طبعا تحت قيادة السيد دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وامتدادا لها دكتور أميرة طهي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية. تم إنشاء 15 مقر لتقديم الخدمات لذوي الهمم في إسكندرية في كل مستشفيات وزارة الصحة. المقر طبعا بيبقى فيه فريق متكامل لخدمة ودعم ذوي الهمم وتقديم الخدمة الصحية بصورة متميزة. طبعا ده تطبيقا للقانون سنة 2018 اللي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بذوي الهمم. طبعا المريض بيدخل المستشفى مش بيقف في اي انتظار خالص، بيكون في فرد امن ده من ضمن افراد الفريق منتظره طبعا او لابس اليونيفورم موجود على باب المستشفى، بيتوجه للمريض، الفرد الامن بيصطحبه طبعا لغايه مكتب او مقر دعم ذوي الهمم. الفريق بيبقى موجود طبعا، بيقطع له تذكره، بيتحرك بيه في كل العيادات، بيديله خدمه بصوره متميزه جدا، مفيش انتظار لهم، هم بس بيكونوا قاعدين في اماكن الانتظار المخصصه ليهم قدام مقر خدمة ذوي الهمم، مش بيقفوا في أي طابور. في فرد برضو من ضمن أفراد الفريق بيكون متعلم لغة الإشارة عشان لو في حد من ذوي الهمم من الصم والبكم يبقى فيه سهولة ويسر في التعامل معاه. كمان المقرات مفتوحة كأماكن للاكتشاف المبكر للإعاقة والتوعية بأسباب الإعاقة المختلفة، وطبعا الاكتشاف المبكر للإعاقة هو أساس العلاج التأهيلي لأي إعاقة، لأن احنا طبعا بيتم تحويله على العيادات التخصصية للتدخل المبكر لكل الإعاقات. وطبعا من ضمن الأمثلة ليها في عيادة التغذية العلاجية لذوي الهمم مخصصة طبعا في التغذية العلاجية لأنواع الإعاقات المختلفة، عيادة السمعيات لتأهيل الإعاقة السمعية، وفي طبعا عيادات الاكتشاف المبكر وتعديل السلوك، وفي الأمراض التوحد وفرط الحركة والإعاقات الذهنية والنفسية. ده موجود في كل المستشفيات. مقرات موجودة في كل مستشفيات وزارة الصحة، 15 مستشفى تابعة لمديرية الشؤون الصحية فيها 15 مقر لخدمة ودعم ذوي الهمم، وفيها 15 فريق مدرب للتعامل مع ذوي الهمم والحركة بيهم. من ضمن الخدمات المميزة ان هم مفيش انتظار، مفيش قوائم انتظار لهم، كمان بياخدوا الخصومات الخاصة بالقانون بتاعهم لسنة 2018، القانون الخاص بكرنيه الخدمات المتكاملة، من ساعتهم على استخراج التقارير اللازمة لهم لاستخراج كرنيه الخدمات المتكاملة أو تجديده. بيتم التعامل معهم في كل العيادات الخارجية كأولوية، يعني إن هو بيدخل في العيادة الخارجية أو الأشعة أو التحاليل كأولوية لهم، ما بيكونش في انتظار أبداً، بياخد الخدمة بتاعته ويتقدم له الخصم الخاص بيه. أحمد الجميل ده جالنا أحد المقرات بتاعت خدمة ذوي الهمم، جالنا هنا في مستشفى الرمل، وبعد ما أخذ الخدمة الصحية بتاعته الحقيقة هو قال للمنسقين يعني هو نفسه إنه يحضر ماتش للزمالك، فالحمد لله ربنا قدرنا، عملنا اتصالات، كان في ترحيب من الحقيقة من قيادات الاستاد في إن أحمد يدخل الماتش، الفريق راح معاه لغاية وصلوا لغاية الاستاد فريق خدمة ذوي الهمم، وأحمد الحمد لله حضر الماتش وكان مبسوط جدا وتصور مع اللاعب شيكابالا عشان هو كان نفسه كده من زمان، فده يعني بعد إنساني تاني بجانب الخدمة الصحية، يعني اللي احنا عشان أحمد يبقى مبسوط. ممكن حضرتك تسأله بس اتبسطت يا أحمد لما حضرت الماتش؟ مبسوط. الحمد لله. هنا في المستشفى إن المريض من أول ما يدخل من باب المستشفى من الشارع يلاقي خدمة مميزة شوية، فبيدخل على طول، احنا حاطين يوفط إرشادية ولوحات انه بيدخل على المكتب على طول عندنا علشان ما يوقفش في اي طابور او ياخد اي دور، فبيبتدي اول حاجه عندنا اول خطوه في المكتب بنتكلم معاه وبنسجل بياناته تسجيل ورقي يعني، عشان بعد كده بنرفع ده تسجيل الكتروني لمديريه شؤون الصحيه. بنبتدي نتكلم معاه نشوف هو ايه نوع الخدمه اللي محتاجها بالظبط علشان نوجهه صح. طبعا لو محتاج تذكرة، لو محتاج إيصال أو أي حاجة إحنا اللي بنجيبه له وهو قاعد عندنا في المكتب، وبعدين حد من أفراد الفريق بتاعنا هو اللي بيتحرك معاه يوصل للعيادة المناسبة ليه ونستناه لغاية ما يدخل ويكشف ويخرج. إحنا هنا فريق مكون من أنا ومعايا الدكتورة آلاء صيدلانية ومعايا الأستاذة نغم أخصائية اجتماعية ومعانا فرد أمن، بس بصراحة يعني إحنا فريق عمل، كل مهمتنا إن إحنا المريض يوصلوا الخدمة بدون تعب، فكلنا بنتحرك مع بعض، كلهم ردود أفعالهم جميلة. في الأول ما كانوش مصدقين إن دي حق ليهم هنا في المكان،
والاول كانوا فاهمين ان دي حاجه شخصيه مننا يعني احنا اللي متعاونين، فاحنا طبعا بنوصل لهم ان ده لا ده حقهم وهم احنا بنعمل شغلنا وهم بييجوا بياخدوا حقهم. طبعا كانوا صعبه جدا، والاطباء كلهم متعاونين جدا، الصيدليه طبعا بنصرف لهم العلاج من غير ما يقفوا في طابور او حاجه، ولو حالتهم تعبانه شويه كمان بنقعدهم عندنا في المكتب وهم اللي احنا اللي بنصرف لهم العلاج. وساعات في ناس حركتها صعبه قوي، فلو الحاله تسمح بيجي الدكتور يبص عليهم عندنا في المكتب، وفي خدمه اسنان كمان يعني بيجوا اطباء الاسنان يبصوا ساعات عليهم قبل ما يخش يكشف في العياده. والناس كمان الناس اللي هي يعني المرضى التانيين بيبقوا متعاونين معاهم جدا ومعانا احنا كمان. احنا انا من ساعه ما جيت القسم ده وهم بصراحه بيدونا دورات تدريبيه في كل حاجه، كيفيه التعامل مع ذوي الهمم، واخدت دوره في صم وبكم، دي سهلت عليا جدا التعامل معاهم داخل العيادات ومع الدكاتره وفي العمليات، لان هم طبعا اغلبهم بيبقى جاي لوحده من غير اهاليهم، فبسهل معاهم. هم بصراحه لغه الاشاره سهله جدا، هي بالتمرين والممارسه خلاص الموضوع سهل قوي، وهم كمان اشارتهم سهله لينا يعني واضحه وسهله بس. فبدخلهم العيادات وبشرح للدكتور حالته، ده لو كان حاله سم وبكم، لكن بقيه الحالات احنا بندخل معاها برده العيادات لحد طبعا مفيش ادوار مفيش طوابير ولا في التذاكر ولا في الكشف. وكمان لو في عمليه لا قدر الله مش بيدخلوا بقى قوائم انتظار او اي حاجه ثانيه. من المشاكل اللي بتقابلنا في الحياه اننا بنتعامل بطريقه غلط، عشان كده هنعرف ازاي نكسب بعض. اهلا بيكم، معاكم حنان فهيم دكتوره تنميه بشريه واخصائي صحه نفسيه وارشاد اسري. في مقوله جميله قوي للام تريزا بتقول لما تقابل حد سيبه احسن مما كان. احنا انسان معتمد اساسا على العلاقات، على التعاملات الانسانيه، فاكتر حاجه بتنمي الانسان وبتسعده التعامل مع الاخر. احنا دايما بنبص للاخر يعني احنا وحظنا كده حسب انطباعاتنا واعتقاداتنا الداخليه اللي جوه. يعني ممكن حد انا وصغير شفته كان مؤلم بالنسبه لي او كان بيزعق او بيضايقني، وبعدين لما كبرت قابلت حد فيه شبه من نفس الشخص اللي قابلته انا وصغير، فبيجي على طول احكم عليه ان الانسان ده شرير، الانسان ده مؤلم، الانسان ده متعب، وبالتالي بتكون عندي مشاعر انا سلبيه فببقى متعصب وخايف وقلقان. ازاي انا احارب كل ده وابتدي اغير من نفسي واكسب كل انسان حواليا؟ احنا لما جه ربنا والمسيح علمنا ازاي نتعامل مع كل الاطياف، مع كل الناس، مع الخاطي، مع التعبان، مع الاعمى، مع السامريه، كله اتعامل بيه بطريقه مختلفه عن التاني، بس في الاخر النتيجه ان هو كسب الانسان ده وقرب منه وغير حياته كامله بقى حاجه تانيه. السامريه اللي بالنسبه لنا خاطيه وشريره بقت كارثه وجابت المدينه كلها. الانسان اللي كان قاعد 38 سنه مش لاقي حد يساعده بقى متهلل فرحان وقام ونشر الدنيا كلها ان في حد نقذني وغيرني. فانت ازاي تكون على مثال المسيح لما تقابل حد تغيره او تكسبه على الاقل، او على الاقل كمان ان انت تكون مرتاح نفسيا، سبته احسن مما كان وكل حاجه انت بتعملها حلوه بتعود عليك احلى من الاول. طب ازاي نتعامل مع الناس او ازاي نكسب اي حد اتعامل معاه؟ هنبدا من البسيط للاصعب شويه سنه سنه. ابسط حاجه ممكن نعملها واول حاجه مع اي حد قبل الاول مره هي الابتسامه. انت ممكن تكسب قلوب ناس كتير مجرد بالابتسامه. ممكن تبقى قاعد في عربيتك وماشي والناس متنرفزه ومتعصبه وبتلاقي حد بيبص عليك، مجرد ما بتبتسم له هو بيبتسم وابتدى يفتح فايل سعاده ونفسيته بترتاح. لما بتكون مثلا حصل موقف فعلا معايا وانا في بجيب حاجه من السوبر ماركت وماشيين بالشنطه اللي بالعربيه اللي هتقدم فيها الحاجه على الكاشير، فلقيت الست اللي قاعده على الكاشير بتبتسم لي، وفي كذا حد هروح لاي حد، ابتسامتها عملت لي مغناطيس ان انا اروح ليها هي بالذات واتعامل معاها. فانت ممكن تكسب حاجات كتير جدا بالابتسامه، تعامل، بتروح مصلحه حكوميه، بتعمل بتقدم ورق عند حد، الناس مفتقده الابتسامه. يبقى اول حاجه عشان اكسب اللي قدامي واسيبه احسن مما كان هي عن طريق اللي انت تبتسم له. هتفرق، عارف لغه ممكن نقول عليها لما تكون في بلد غريبه اجنبيه بلغه مختلفه عن لغتك، انما لما بتبتسم يبقى انت كده اتكلمت بنفس اللغه بتاعته. ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا بنتعامل بقى مع الناس في الشغل، في الكنيسه، في البيت، في الجيران، في الشارع، في حاجات كتير بتوقع او بتبوظ العلاقات بيننا. اول حاجه ان انت تنتقد او تشك في اللي قدامك.
الانتقاد ده بيبقى أصعب حاجة بيقابلها الإنسان، بيحس بصعوبة جامدة جدا. أنت يعني ليه بتشك، أو ليه، أو أنت شفت مني إيه؟ أنت عارف إن ممكن يكون إنسان مش كويس ويستاهل أنت تشك فيه، إنما لما تعامله على هو إنسان كويس وإنسان أمين إنه ممكن يتحول للنقيض، يبقى فعلا إنسان كويس وبقى إنسان أمين. يبقى ليه تفترض سوء الظن؟ لا، أنا هتعامل مع كل الناس أن هم ناس أمنة، ناس تستاهل إن أنا أتعامل معهم بطريقة اللي تليق بيه. أولا الإنسان ده على صورة الله ومثاله، ربنا ما خلقش حاجة وحشة، إنما تصرفاته أو الظروف اللي مرت بيها هو بيخلي سلوكه غير إيجابي أو غير مميز بالنسبة لي. طب نخلي السلوك غير المميز يفضل يمتد، ولا أنا ممكن أساهم إن السلوك غير المميز ده يقف ويتحول لأسلوب إيجابي وحاجة كويسة؟ فعشان أحول سلوك إنسان من حاجة لحاجة، مش بانتقاده، مش إن أنا أشهر بيه كل الناس خلي بالك ده مش أمين، ده مش كويس، ده هيعمل رد فعل، لا، إنسان ده كويس، إنسان ده ابن ربنا، أنا واثق إنه هيقدر يعمل حاجة كويسة. ده بيصير جوه الإنسان إن هو يكون عند حسن ظن اللي بيشك فيه أو إن هو بيتكلم معاه بالطريقة دي. يبقى واحد هنبتسم، اتنين أبعد عن الانتقاد أو إن أنا أشكك في الشخص اللي قدامي، تلاتة أغلى حاجة عند الإنسان اسمه فلان، مجرد إن هو يسمع اسمه بيحس بسعادة وفرحة إنه أكتر حاجة يمتلكها. لما تعرف على حد هتبتسم، هتدي فرصة للحوار، طب نتعرف على بعض، طب اسمك إيه؟ وردة الاسم في دماغي كتير على فكرة، بننسى بسهولة. طب أقولك على سر تاني ممكن تستخدمه تخلكش إن أنت تنسى، إن أنت تربط الاسم اللي اتقالك بحاجة أنت عارفها. يعني مثلا واحدة قابلتها قالت لي اسمي نانسي، وبعدين شوية تاني نسيت الاسم، اسمك ايه؟ فكسفت ان انا طلبت الاسم تاني مرة، وبعدين نانسي، لا ده في واحدة انا اعرفها في التجمع اسمها نانسي، فأول ما قالت لي الاسم تاني مرة ربطت الاسم بحد تاني انا اعرفه حافظة اسمها كويس جدا. ما جيت بقى قابلتها تالت مرة، ازيك يا نانسي انت عاملة ايه؟ يبقى تقدر تربط الاسم، حد قريبك، بخالتك، بعمتك، بابن عمك، بماما، بتيتا، باخوك، لا فلان ده انا ايه ده اسمه على اسم فلان. مجرد ترديدك لاسم بيديله احساس بالسعاده، بيديله احساس بالاهتمام، بيبتدي بدايه بذره حب بينك وبين الشخص اللي انت بتتعامل معاه. نقطه تانية مهمه بقى، كلنا بنحتاج التقدير، ان حد يقدرك، حد يشوف ان انت فيك حاجه مميزه. عشان تحارب النقطه ان انت شايف في حد حاجه مؤلمه او متعبه، دور على العكس تماما. كل واحد فينا فيه مميزات كتير، بس احنا مش عارفه ليه بنعتمد على الانتقاد او ندور على الحاجه الغلط او نبرز الحاجه اللي مش حلوه. ده بيبقى ليها اسباب داخليه، بس انا عايزه ابقى سعيد واسعد اللي قدامي، ادور على الحاجات الايجابيه فيه، افتش، اعود نفسي على كده. هي حاجه صعبه اللي لسه هيبتدي. احنا دايما ايه، الاكل معمول حلو قوي بس نسيب كل الحاجات الحلوه، المجهود المبذول ده ملح زياده. طب ما قبل ما اقول ان ده ملح زياده، اقول ده مستوي كويس، واقول ده معمول بطريقه جميله، ودي ايه ده، ايه التوابل المحطوطه فيها، وممكن في الاخر اعدل اللي انت عايزه. يبقى دور على الحاجه الحلوه اللي في الشخص قدامك. لما تقابل حد هتلاقيه لابس مهندم، هتلاقيه مثلا بيتكلم بطريقه كويسه، بيشتغل بسرعه وبينجز، دور على الحاجه المميزه فيه وابتدي امتدحها، افرح بيها. اولا انت هتفرح وتزودها عنده، هيعمل لك اللي انت عايزه، ثانيًا هو هيبقى سعيد وينميها اكتر. الله، ده انا لما عملت بسرعه كده دي كانت ليها رد فعل، طب لا ده انا هعمل ديت باستمرار. احنا قاعدين في جو غير مثالي حاليا، في عصارات كتير، في مشاكل كتير حوالينا. لو انت عملت المقوله بتاعت الام تريزا انك تخلي اللي قدامك يبقى احسن مما كان، هتفرق كتير. نقطه تانيه بقى حلوه قوي، احنا اتعلمنا نحوش الجنيه الابيض ينفع في اليوم الاسود. التحويش مش فلوسه بس، في حاجات كتير ممكن نحوشها، ممكن نحوش علاقات، معارف، ناس بنعرفها، دي ساعات ممكن تكون أقيم كتير من أنت تحوش فلوس. مش معنى كده أن احنا نتعامل مع بعض أن احنا مصلحة، أنا هعرفك عن أنت مصلحة، لأ. طب إيه المقصود أن أنت تعمل بنك علاقات؟ أنا النهاردة قابلت فلان سبت بصمة حلوة في حياته، وبكرة قابلت حد تاني وسبت بصمة حلوة. مع الوقت انت بقى عندك علاقات كتير، بقى عندك ناس كتير، بتيجي في مره انت بتتزنق بتدور بالخزنه بتاعتك، التحويشه بتاعتك، تلاقي من غير ما تدور انت ممكن تروح تسافر في بلد غير البلد. حلو كده؟ احنا عملنا حاجات حلوه في مصر، ممكن تلاقي نفسك في رحله في امريكا تقابل حد عارفه
من ايام ما انت كنت صغير. ايه ده؟ ايه ده فلان؟ ازيك؟ طب ده انا عايش هنا مش عايز مني حاجه اعملها لك، طب ده انا اعرف المكان الفلاني. تلاقي بنك العلاقات بتاعك طلع بكل صوره مختلفه ما كنتش تخطر على بالك. فانت ما هتعمل العمل الحلو لربنا مش للشخص اللي قدامك، انت هتاجده ولو بعد حين. طب ايه هيفرق معايا ابذل مجهود؟ لا، ابذل مجهود وشوف ربنا هيعمل معاك ايه. انت نفسك لما تروح تعمل عمل خير وتروح البيت بتحس باحساس غريب. عارف لما واحد كده بيدي جنيه لحد شحات في الشارع وتدعي له وتقول له كلام حلو، بتحس باحساس ايه؟ يا رب انت، يا رب تكون راضي عني، يا رب يمكن دي تبقى مبسوط بيها. نفس الكلام المشاعر الناس محتاجاها، ان انت تسيب حد سعيد او فرحان او تعمل خدمه ما كانتش مطلوبه منك، او انت في مكان شفت حد مزنوق ومحتاج حاجه، طب مالك انا شايفك متضايق، في حاجه محتاجه اساعدك؟ اصل انا مش عارفه اروح فين في انهي دور ولا اعمل في انهي حاجه. هتوفر على واحد سلالم ان انت تقول له لا الموضوع ده هتلاقيه في الدور الفلاني عند استاذ فلان، طب ممكن اطلع معاك. ياه، عارف الشخص التاني ده هيروح قد ايه سعيد، يحس بمعجزه، يحس ان ربنا كان حاسس بيه ووفر عليه مجهود كتير، حد وقف جنبه. هتلاقي كل الخير اللي انت عملته ربنا بيظهر فيه، يعني كانك عملت كرازه من غير ما تعمل كرازه، من غير ما انت تقصد. ان الواحد ان ربنا سهل لي النهارده، يا رب اشكرك ان انت وقفت جنبي وبعت لي حد انا ما اعرفوش وعمل لي الحاجه الفلانيه. نرجع تاني، يبقى ابتسامه، مش هننتقد ونشك في حد، هقول الانسان الشخص اللي قدامي اسمه، ترمي رغيفك على وجه الماء هتجده ولو بعد حين. حاجه تانيه مهمه بقى تفرق في حياه ناس كتير، ممكن تخليه بدل ما ينتحر يعيش. يعني ايه بدل ما ينتحر يعيش؟ ان انت تشجعه، ان انت تمتدحه، ان انت تقول كلمه حلوه في حد تعرفه. يعني كتير بنبقى قاعدين في البيت الاب والام الام والعيال، الولد بيبقى محتاج ان هو يتشجع، ان هو يقول له بحد يقول له برافو بدل ما يسمعها بره البيت. الزوجه محتاجه حد يقول لها كده تعيشي وتعملي، الله كتر خيرك، يا الواحد من غيرك مش عارف يعمل ايه. الاب محتاج حد يقول له احنا دريانين وحاسين بالشقه والتعب اللي انت فيه طول النهار بره في الشارع. الجمل دي بتفرق في حياتنا. الجمل دي عامله بالظبط زي ايه؟ زي عارفين كده في العاب بتبقى ايه، تلعب وبعدين لما تغلط روح الترمومتر بتاع الحياه يقل، ولما تجري اكتر وتحصل فلوس اكتر ترمومتر الحياه يعلى. التشجيع نفس الكلام، الكلام الحلو نفس الكلام، بيعلي ترمومتر الحياه، بيدي طاقه، يخلي اللي قدامك كده يحس ان هو فرحان وسعيد. يبقى كمان مع التشجيع محتاجين نقدر التقدير، التشجيع ان احنا نقول كلمه حلوه، ان احنا نبتسم، ان احنا نحس باللي قدامنا. زي بقى طب احنا من الدنيا مش خضره كده، في غلطات، في حد قدامي بيعمل حاجه عايز يصلحها، مش هفضل اقول كده الحياه وردي. الحياه وردي، بس في طريقه ان انت تقول اللي قدامك اللي عمله ده غلط. هنقول نقطتين اتنين، اولا حد عمل حاجه غلط عايز يصلحها، طب ممكن اكون انا كمان عملتها قبل كده بس صلحتها، فبدل ما اقول له انت غلط اعمل ديت، لا هقول له بص عايز اقول لك على حاجه سر ما تقولهوش لحد، الغلطه دي انا وقعت فيها زيها بالظبط الفتره الفلانيه، ندمت عليها وقعدت اشجع نفسي اخلصها، اتخلص منها ازاي وصلحتها، فانت حبيبي وانا صاحبي، انا هقول لك ايه الطريقه اللي انا عملت بيها واتخلصت من الغلطه دي. يبقى من غير ما اقول له انت غلطان، من غير ما اقول له ان انت انسان وحش وانا انسان كويس، لا انا وقعت في الغلطه دي قبل كده وتقدر تصلحها وهتعدي، انا واثق ان انت تقدر تعملها. دي نقطه. النقطه الثانيه ممكن اقول كل المميزات بتاعته الاول، الحاجات الحلوه اللي عنده، بس فاضل ديت. المسيح نفسه عمل كده، هتلاقي في سفر الرؤيا انت عملت كذا حلو 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 وعندي عليك انك تركت محبتك الاولى. يبقى نفس الطريقه، عايز اصلح اللي قدامي، عايز اصلح ابني، عايز اواجه جوزي الحاجه غلط مش ما يصحش ان هو يعملها، او زوج عايز يصلح مراته، او اب كاهن عايز يعدل في الخادم اللي عنده بدون ما يجرحه، بدون ما يخليه يسيب الخدمه بتاعته، ازاي يعمل؟ عندي طريقتين، وفي طرق كتيره كمان اكتر من كده. هناخد الطريقتين ببساطه، انا وقعت في دي قبل كده وممكن تكون حقيقه مش هنكذب، وانت تقدر تصلحها، او انت حلو في كذا وفي كذا وفي كذا وتقدر تعدل، دي كمان هيكون ايه؟ افضل. كل الطرق البسيطه دي لو قدرنا نتعلمها او نستخدمها الدنيا كلها حولنا هتتغير، مش كله مره واحده، ممكن كل يوم نستخدم حاجه. النهارده كده اللي هيسمعنا هياخد قرار ان هو ماشي، مش هيقول عن نفسه مجنون، اللي هقابله هبتسم في وشه،
الناس كلها بقى شبه بعض والناس كلها بقت تحس ان انت عارف ده وعارف ده. لو انت قابلت حد وابتسمت وهزيت راسك كده هيحس ان انت بتديله رساله جميله، ان انت بتخرجه، ان انت مش ملاحظين الناس ماشيه تكلم نفسها وزعلانه ومكشره. لو انت جيت عملت التاتش ده انت وقفت كم التفكير اللي هو بيفكره، عدلت تفكيره وخليته يوجه لحاجه تانية، ان هو يبتسم او يبص على اي حاجه جميله حواليه. انك تردد الاسم، ساعات كده ناس تقعد تقول يا فندم يا فلان يا علان وتحط مسميات غير المسميات الحقيقيه. لا، خد عهد عن نفسك من النهارده تنده اللي قدامك باسمه وتحترم مركزه، ان كان كبير، عمه، جده، تيتا، ماما فلان، انكل فلان، يعني دي له احترامه حتى لو بواب وكبير عنك في السن، عمه فلان، وتقول اسمه، تردد اسمه. مش هننتقد ونشك في حد، هنقول هنفترض الامانه ونفترض الحاجه الكويسه، هتشجع اللي قدامك ان هو يكون كده فعلا. همدح، هشجع، هقول كلام كويس. لو عايز اغير خطا في اللي قدامي عندي نقطتين، يا اما هقول انا عملت ديت واعترف بخطئي بمنتهى السهوله وادي النتيجه، او انا عملت ايه عشان اصلحه، او ان انا همدح اللي قدامي الاول، اقول ايجابياته وبعدين هقول له انا واثق انك تقدر تغير دي. نحاول على قد ما نقدر نسيب اللي قدامنا احسن مما كان، وفي الاخر هيعود عليا في مصلحتي. ومش هننسى بنك العلاقات، ازاي تكسب اكبر عدد ممكن تتعامل معاه، ازاي تخدم اكبر عدد تقابله، كل ده هتلاقيه انت او احفادك هتلاقيه من ربنا بيعود عليك بخير كتير جدا. كنت سعيدة ان كنت معاكم مع مقولة تسيب اللي قدامك احسن مما كان. يسعدنا استقبال اقتراحاتكم واسئلتكم من خلال قسم العلاقات العامة بقناة سي تي في على الأرقام التالية 01-22-56-44-999 أو على 02-66-33-357 أو على الإيميل الخاص بالبرنامج insan@ctvchannel.tv insan@ctvchannel.tv أنا ليا كيان، أنا عندي طموح جوايا فنان لكن